الفار وعمايله، ما اعرفش كابتن محمود بسيوني، ما اعرفش يعني. انا بقى لي فتره طويله يعني ماسك، يعني حكم لي تقريبا مباراتين، مباراه مع دجله من حوالي 4 5 سنين حسب عليها ضربه جزاء على مؤمن زكريا تقريبا ولا حاجه، ما لهاش علاقه بالقانون اصلا، يعني القانون ما اتغيرش ساعتها، جت في كتفه وبعدين في ايده راح حاسبها. النهارده يعني كان من 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 كام يوم، من 13 يوم كان موجود برضو على الفار عندي في مباراه دجله، وجاب ابراهيم نور الدين برضو، كابتن ابراهيم نور الدين، وقال له تعالى شوفها. النهارده يا راجل ده احنا بقالنا 32 مباراه الفار استدعى الحكم مثلا 3 4 مرات في ال 32 مباراه، تمام؟ يعني الفار في الكاف حسب لنا في حكم لنا 5 مباريات كلهم حاجات صحيحه 100%. الفار في الدوري المصري عندنا يعني 11 ضربه جزاء او مثلا ممكن يكون 10 ضربات جزاء ما حدش بيرجع لحد. انا مش منفعل ولا حاجه، بالعكس انا بقر بالاخطاء، احنا اخطانا كتير جدا، مجهدين جدا، الفرقه مجهده، الفرقه ميته ان صح التعبير من المشاركات والسفر وتغيير الملاعب. لك ان تتخيل فرقه من 27 نوفمبر السنه اللي فاتت لحد دلوقتي، كميه سفر مش طبيعيه، واللي بيقول لك عشان تكافئ الفرص يطلعني، يعني العب يوم الاربعاء اللي فات في اسكندريه، وبعدين العب السبت في القاهره، وبعدين العب الثلاث في السويس، وبعدين العب الجمعه اللي جايه في اسكندريه، وبعدين يقول لك تكافؤ فرص، وبعدين تنام. بص بقى، تنام تلاقي واحد مثلا ايه يعني راح باعت لك جدول كده على الفطار، يعني تكون انت لسه ما يعني ما صحتش وركزت. يعني طيب النهارده الشهر الجاي مثلا المفروض ان انت عندك 3 بطولات، تمام؟ المبدا التكافؤ الفرص ده في توقف دولي، يعني بتوقف دولي، التوقف الدولي ده هيبقى من يوم 28 ليوم 7، اقطع دراعي من هنا انه هو ممكن يحط لك يوم ماتش يوم 9 يوم 10 يعني في الكاس، ما انت ما لعبتش، تمام؟ الراجل اللي كان بيقول لك يعني ايه عشان مبدا تكافؤ الفرص والفرقتين يوم لغي ماتش اسوان، مبدا تكافؤ الفرص، فاهم؟ يعني مبدا تكافؤ الفرص يوم لغي اسوان، يعني احنا هتلعب برضو الكاس نفس الكلام، يعني هتضغط ام الماتشات زي ما هي بالشكل اللي بنلعب بيه ده. يعني فرقه على مدار 32 اسبوع، على مدار 32 اسبوع لعبنا 17 ماتش، 32 اسبوع 17 ماتش او 16 ماتش كل 48 ساعه، يعني انت بتلعب 50% من ماتشاتك. يعني بص العقليه اللي بتقول لك تكافؤ الفرص، يعني فرقه بتشارك في افريقيا وبتشارك في ادوار متقدمه في افريقيا وبتوصل للنهائي وبتلعب في الدوري المحلي، 50% من ماتشاتها لعب كل 48 ساعه.